مشينا نبلغوا عندها بناء على طلب حين تمشينا لدى السيد هذا كان ناس الو غدرنا مع الزوجه ديالو في قاتل فاش فاق انا حسيت ان الشخص هذا غادي ينوض نيرفوس الضروره غادي يدير شي حاجه المهم حنا فاش بلغنا فاش بلغنا نضربو قلنا له كان ما طلبنا لا سلطه لا والو حاش اللي حنا هو قاتل قانوني بعد ما جينا قال لكم انه تيرفض انه يتغلط باش رفض انه يتغلط صافي حنا غادي نديرو له الرفض وغادي يمشيو بحال الناس هنا باش انا شاد بلاتي وتاعي في يدي قال لك على نيتي نسجلو او انني انا جبت عليه الدار ورسنا له ورسنا له شنو علينا انتم الحاله شنو الحاله كي دايره باش هذه هي حالته كيف هو ديال القضايا او كتاب محلفين اذا ما المهم على اي الشخص هذا حاليا تيجي بشي اقوال ان الشخص هذا هرسنا له او هجمنا عليه وتنظن ان نصحين ضربي على طلب ما تيحتاجش اننا ندخلو حتى للدار انا تنخفو في حدود شنو وقع المفوضة القضائية اللي كتسمع المفوضة القضائية كون ما مدفعتهاش انا وبعتها كون وقعت شي شنو وقع بالضبط على ما حسب ما عاين نسيت الضروبة ان الزوجة ديالو صلقات عليها انا هو كان شنق عليها الزوج والزوجة صلقات عليها وبغاو يهزونا يدخلوها للدار على اساس باش يديروا لنا جنايه اننا تهجمنا عليهم المهم تيتلفظوا الفاظ نابيه حكم ان عاهره وتسمع على هذا الكلام هذا المهم الاستاذ هي في حاله حرجه هي راه اوكسجين وما الى ذلك وانا انتم تشوفوا الحاله وهذا هو حال المفوض القضائي لكم نعم اسم الصفه ابن فقير اول مفوض قضايا تصايد الدائره القضائيه شغلت من طرف الاخوان المفوضين القضائيين اللي طلبوا مني باش نلتحق باي مكان كون مفوض القضايا تعرضت لشويه اعتداء فعلا ملي التحقت لعين المكان جبرت على ان رجال الشرطه الله يجزيهم بخير على مختلف المناطق ديالهم يعني حضروا لعين المكان ولكن المفوضة القضائية كانت في حالة يرتلى يعني بعد ما وصلت لعين المكان كنا مضطرين باش نعيطوا لسيارات الإسعاف وهي الآن راه في قسم ديال المستعجلات بعد ما كانت كتأدي واحد المهمة اللي كتقتصر فقط على تبليغ إنذار لذاك المحيط وحسب المعلومات اللي اكتشفناها في عين المكان على أن المعتدي أو الإنسان اللي كانوا مشاو باش يبلغوا له هو عنصر من رجال الأمن نعم دابا الموقف ديالكم من ثم الموقف ديالنا حاليا نشوفوا الحالة ديال الضحية ديال المفوضة القضائية والملف هو الآن بالنيابة العامة تم الإشعار ديالها على الفور نعم شكرا شكرا شكرا